السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وفيديو جديد. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. اليوم إحنا عندنا درس هو السلالم اللي هي على مقام أو سلم العجم، الأصح سلم العجم. عندنا عدة سلالم لازم أنت تعرفها، وهذه السلالم هي لازم تكون ذو معرفة عندك حتى تقدر تعزفها. وهاي سلالم العجم هي مفيدة عندك أولا بالتمرين على آلة العود، وثانيا أنت راح تعرف أنه سلم العجم على عدة درجات. سلم العجم مو فقط على الدو، موجود على الدو على الري و. اليوم احنا راح ناخذ 1 2 3 4 5 6 7 سلالم اللي هي موجودة على سلم العجم، راح ناخذها أكاديميا. الأول واحد هو احنا المعروف عندنا مال الأثنية، هذا عندنا اللي هو موجود اللي هو من الدو إلى الدو، ثاني واحد على الري راح ياخذ من يمين يمين، ري ياخذ فاديس دوديس، ياخذ عندنا فاديس دوديس اللي هو سلم عجم على الري، فاديس دوديس يصير عندنا ري با صولا نا سي، وراه يجي اوكي قاسين تطلع من عنده. عجم على الري، شوف حتى التقاسيم وانت تقدر تقسم من خلاله. عندنا السلم اللي بعده اللي هو على المي، راح يصير عندنا فاديز وصولديز ودوديز وريديز، يصير عندنا مي صال لا سي دو نا دو ديز طبعا، وهنا ري ديز، هنا هو راي يصير عندنا سي لا طبيعي صال ديز صال فا فا ديز مي. نرجع اللي وراء فا، الفا ديز ياخذ عندنا فقط سي بيمول، فيصير عندنا فا صول لا سي دو، عندنا سلم عجم على الفا فا صول لا سي هذه السلالم هي هسه انا اخذتها حاليا الى عجم الفاء، وبالتالي توجد سلالم اخرى للتكمله. اتمنى انه استفاديتوا. طبعا هذه السلالم يا اخوان تقدر تقسم عليها، يعني مثلا عندنا شلون ري عجم على الري استفادتوا اخوان الاعزاء، وشكرا لكم ولمتابعتكم،
ولتنسون اللايك والاشتراك والاشتراك بالدورات الموسيقية اللي يتم المحاضرات شهريا، ورقم الواتساب موجود اسم الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.